صيحات الاستهجان تغطي على النشيد الوطني للاعبي المنتخب الإيراني، ومشجعون يستحضرون ذكرى مهسا أميني. بالتزامن مع التعزيزات على جانبي الحدود، القوات العراقية تنشئ مخافر جديدة على الشريط الحدودي مع تركيا وإيران. نتنياهو يتوصل لأول اتفاق ائتلافي في حكومته المقبلة، ويفتح باب وزارة الأمن لليميني بن غفير. طابت أوقاتكم بكل خير مشاهدينا، وأهلا بكم إلى هذه الساعة الإخبارية من الحدث. ذكرت وكالة رويترز أن صيحات الاستهجان سمعت عند عزف النشيد الوطني لإيران قبل المباراة الثانية للمنتخب الإيراني في كأس العالم، لكن هذه المرة وعلى عكس ما سبق في المباراة الأولى، فإن المنتخب الوطني ردد النشيد الوطني الإيراني بعدما كان امتنع عن ترديده في المباراة الأولى ضد إنجلترا تضامناً مع الاحتجاجات. وبصوت مرتفع أطلق مشجعون إيرانيون صيحات الاستهجان عند عزف النشيد الوطني لبلادهم في الملعب، بينما ردد اللاعبون النشيد بصوت منخفض. مع فشل النظام الإيراني بقمع التظاهرات، بدأ على ما يبدو باللعب على وتر الصراع القبائلي، فقد اختال مسلحون مجهولون زعيما بارزا للعشائر البلوشية السنة في محافظة سيستان وبلوشستان جنوب شرق إيران. ونقلت وكالة أنباء تسنيم عن المدعي العام للمحافظة قوله إن أمان الله باجي زهي أحد زعماء عشائر البلوش في مدينة زهدان قتل مساء الخميس على يد مسلحين. من جانبها ذكرت منظمة رصد بلوشستان الحقوقية نقلا عن أحد المقربين من عائلة أمان الله باجي زهي أن هناك تكهنات بأنه قتل على أيدي قوات الحرس الثوري. وأضافت المنظمة في قناتها عبر تليجرام أنه بعد التماسك وإعلان التضامن الهائل لعشائر البلوش بعد مذبحة شعب زهدان، تم تنفيذ هذا الاغتيال من قبل الحرس الثوري والأجهزة الأمنية بهدف إثارة الفتنة والصراع العشائري في بلوشستان. في الأثناء كرر رجال دين السنة في مدن في بلوشستان الدعوة إلى إجراء استفتاءات حرة تحت إشراف الشخصيات الشعبية والمراقبين الدوليين. إلى ذلك جدد زعيم أهل السنة الروحي في إيران مولوي عبد الحميد زهي نداءه للسلطات الإيرانية بالإفراج عن المعتقلين وعدم إطلاق النار على المحتجين. إمام أهل السنة عبد الحميد زهي قال إن الحركة الإصلاحية لم تفعل شيئا في إيران وضاعت عليها فرصا كثيرة، وأكبرها الإصلاحات المفروض القيام بها، وصفا الأكراد في إيران بأنهم من أفضل الشعوب، مشيرا إلى أن سبب الاحتجاجات يعود إلى ما يعانيه الناس من مشاكل، مطالبا السلطات بعدم إطلاق النار عليهم أو معاملتهم بعنف. تيراندازي مستقيم بمردوم. Let's go!
تجمع المئات من أهالي المعتقلين الإيرانيين أمام سجن إيفين شمال غرب طهران، حيث وقفوا أمام بوابة السجن الذي يأوي آلاف المعتقلين السياسيين. وأفاد مركز حقوق الإنسان الإيراني أن نحو 1500 شخص احتشدوا خارج مدخل السجن أملاً بالحصول على معلومات عن ذويهم. سوم آذار 1401 زندان ایلین، از هفته نیمه صبح مردم تجمع کردند. سوم آذار 1401 زندان ایلین، از هفته نیمه صبح مردم تجمع کردند. قدمت شخصيات إصلاحية إيرانية عددا من الحلول والمقترحات لإخراج النظام من الأزمة التي يواجهها مع تصاعد وتيرة التظاهرات ضده. موقع إيران إنترناشونال أضاف أن هذه الشخصيات الإصلاحية وخلال اجتماعاتهم مع كبار المسؤولين في النظام أعربت عن قلقها مما وصفتها بالضغوط التي تمارس على قوات الأمن خاصة بالمناطق الكردية، كما أعربت عن قلقها بشأن ما أسمته النزعة الانفصالية خاصة بالمناطق الحدودية لإيران. لندن ينضم إلينا الباحث في الشأن الإيراني حسن راضي. سيد حسن، أهلا وسهلا بك معنا على شاشة الحدث. هل بدأ النظام الإيراني باللعب على الوتر الطائفي لمحاولة إفشال التظاهرات أو قمع التظاهرات؟ تحية طيبة لك المشاهدين. أعتقد طبعا النظام الإيراني لعب وسيلعب على كثير من الأوراق. رأيناه أنه كان عول على يعني ورقة داعش وأيضا ورقة الشعوب واتهامها بالانفصال، محاولات الانفصال. لعب على ورقة يعني إسرائيل وأمريكا والغرب على أساس هؤلاء محتجين ومن يحركهم إسرائيل وأمريكا، والآن الورقة الطائفية. هذا يدل على تخبط النظام الإيراني من جهة وفشله في قمع الاحتجاجات الثورية التي بدأت تتوسع في كل مكان. بالتأكيد أن النظام الإيراني يحاول يخلط الأوراق على المحتجين، تارة يعني يستخدم الأوراق الداخلية وتارة يعني يتهم أو يشن حرب على كردستان العراق، وهو الآن يعني يجمع قواته الحربية على الحدود. هذا من جديد دلائل على أنه النظام الإيراني يريد يزرع الفتنة بين الشعوب في داخل إيران. هل بإمكانه تحقيق ذلك سيد حسن؟ هل بإمكانه التحقيق وزرع الفتنة بين صفوف الشعب الإيراني، أم أن أوراقه مكشوفة أمام الشعب بهذا الخصوص؟ لو توقفنا قليلا عند هتافات الشعب البلوشي اليوم، وهذه الهتافات طبعا هي تتكرر عند الشعوب الأخرى منذ الثورة التي اندلعت منذ 3 أشهر لحد الآن، أعتقد أن نرى وتثبت لنا أنه إيران فشل في يعني اختلاف والفتنة بين الشعوب. اليوم هتافات الشعب البلوشي ندعمكم أيها الكرد، وأيضا الهتاف الثاني كردستان وبلوشستان أخوة وعطاشة للدم الغائد. هذا دليل على أنهم متوحدين ضد القائد أو المرشد الإيراني، كما هتافهم هم أيضا البسيجي والحرس الثوري أنتم دواعشنا. هذا بمعنى يعني الشعوب واعية جدا ولا تنخدع بكل محاولات النظام الإيراني. الآن الشعوب يرون أنفسهم ليس بالشعارات بل عمليا في جبهة واحدة
ضد النظام الإيراني، جبهة واحدة عندما شن النظام الإيراني يعني ارتكب مجازر في بلوشستان تنتفض كردستان وبلوشستان وأذربيجان والشعوب الأخرى، والعكس أيضا صحيح عندما ارتكب النظام الإيراني خلال الأيام الماضية مجازر في كردستان، رأينا اليوم الهتافات في بلوشستان داعم لكردستان، هذا بمعنى أنه شعوب متماسكة وتطالب بحقوقها القومية، هذه الحقوق القومية النظام الإيراني يعني يربطها أو يجعلها محاولات انفصالية ومرتبطة بالخارج، لكن هذا لا يقير من المعادن الشيء ولا يقيب الحقيقة بأنه الشعوب لها حقوق وأهمها حقها في تقرير المصير، وهذا منصوص عليه في كل القوانين الدولية. سيد حسن، ما الأوراق التي ما يزال النظام الإيراني يملكها ولم يكشف عنها بعد لمحاولة إجهاض الاحتجاجات، سواء كانت أوراق داخلية أم ربما خارجية؟ طبعا بالنسبة للأوراق الداخلية أنا أعتقد استخدم جميع أوراقه وفشل، ولكن بقت المجازر البشعة واستخدام الآليات العسكرية والآليات الثقيلة بالتحديد، هذا ربما سيستخدمه، ولا نستبعد أنه النظام الإيراني حتى يعني يستخدم الكيميائي ضد الشعوب في داخل إيران، أنه نظام مجرم ولا يستبعد أي خيار، هذا بالنسبة للداخل. أما بالنسبة للخارج ربما يحاول يعني يتآمر على الشعوب، يتآمر على الداخل من خلال الصفقات مع الدول خاصة في المجال النووي أو في مجالات أخرى، هذا أيضا ضمن سيناريوهات وأوراق النظام الإيراني، لكن أنا أعتقد الأهم شيء العوامل الداخلية ستفشل محاولات النظام الإيراني، لأن الشعوب وعت بحقوقها وكشفت النظام الإيراني ولا تنطلع عليه كل سيناريوهات النظام الإيراني التي يحاول ينفذها على حسابهم وحساب حقوقهم ومستقبلهم. نعم، لماذا الموقف الغربي حتى الآن لم يصل إلى مستوى التوقعات سيد حسن؟ مع الأسف، لأن كل ما رأيناه من مواقف غربية يعني خجولة حقيقة، لا ترتقي إلى مستوى المجازر التي ارتكبها النظام الإيراني بشكل يومي، لا ترتقي إلى حجم التحديات التي يشكلها النظام الإيراني يعني للمصالح الغربية والدولية والإرهاب الذي يمارسه والتعدي والتجاوز على دول الجوار كلها. أنا أعتقد الدول الغربية، لأن من جاء أصلا بهذا النظام الإيراني هو الدول الغربية، ومن جاء حتى بالنظام السابق هي الدول الغربية، ما زالت تعول على هذا النظام أن يكون ورقة بيدهم ويأمن مصالحهم. لكن أنا أعتقد الآن هذا الحلم تبدد لدى الدول الغربية، الآن إيران هي في حضن بوتين، خامنئي بحضن بوتين، النظام الإيراني ينفذ أجندات روسية في المنطقة، يعني رأينا أنه التعاون العسكري بين إيران وروسيا من جهة، وأيضا هروب إيران إلى الشرق بشكل استراتيجي، رأينا أنه إيران تحاول صنع القنبلة النووية والانتهاكات بحق الدول الجوار وغيرها، هذا كلها يعني تضرر بالمصالح العالم أجمع وخاصة الدول الغربية عندما إيران تتحالف مع روسيا وخاصة في حرب روسيا في أوكرانيا، وهذا بيضر بالدول الأوروبية بالتحديد بشكل كبير. شكرا جزيلا سيد حسن على كل هذه الإيضاحات ووجودك معنا من لندن، حدثنا الباحث في الشأن الإيراني حسن راضي. ونشرتنا مستمرة مشاهدينا، وفيها بعد الفاصل، الحرس الثوري الإيراني يرسل وحدات مدرعة وقوات خاصة إلى مناطق حدودية مع العراق. People ask us why we're so violent, because we were taught to be violent. We were never violent people. We were accepting, loving individuals. Fortunately, a lot of kids were physically abused and others were sexually abused. You can't undo a rape. You can't tell that person, forget about it. Saying that we are sorry today is not enough. كشفت الرادارات أن هناك بعض الجثث داخل هذه الحدائق. ماذا تعني النار بالنسبة للسكان الأصليين؟ مهما خاصة السبت
9:30 على الشاشة العربية. يواصل إيرانيون انتفاضتهم ضد النظام في الشوارع والجامعات. ما هي سيناريوهات الشارع المنتفض على سلوك حكومته في الأيام المقبلة؟ كان جواب الحكومة الرصاص والقتل للمتظاهرين البلوش. خامنئي عاجز، هل يؤيد النص أم يؤيد بلطجيته؟ ما الذي تغير بانضمام منطقة الأحواز للمظاهرات؟ الأزمة كشفت عن ضعف الخطاب التقليدي للنظام. المتظاهرون بدأوا بالتجمع هنا في ساحة الجمهورية تضامنا مع قضية الشابة مهسا أميني. الدور الخارجي، هل يمكن أن يغير شيء في الداخل الإيراني على المستوى الأمني أو السياسي؟ هل كل ذلك يضمن بأن يكون مصير هذه الاحتجاجات مختلفاً هذه المرة؟ حالة الإنقاذ التي يعيشها النظام الإيراني هي الفخ الذي ينصبه لنفسه. يوجد هناك السياسي لدى هذا النظام. هل يمكن لهذه التظاهرات أن تصمد أمام هذا القمع من قبل النظام الإيراني؟ أهلا بكم من جديد مشاهدينا. أرسل الحرس الثوري الإيراني وحدات مدرعة وقوات خاصة إلى المحافظات الحدودية في غرب وشمال غرب البلاد بحسب وكالة تسنيم للأنباء. أوضح قائد القوات البرية في الحرس الثوري أن القوات الأمنية ستواصل بحزم مواجهة عوامل انعدام الأمن في المناطق الحدودية الغربية بحسب تصريحه. وأضاف أن هذه الخطوة تهدف إلى تعزيز الوحدات المتمركزة على الحدود ومنع تسلل المجموعات المسلحة التابعة لما أسماه بالجماعات الانفصالية المتمركزة شمال العراق. هذا وكانت القوات العراقية شرعت بتعزيز وحداتها على الحدود مع كل من تركيا وإيران بعد الخروق والاعتداءات التركية والإيرانية التي طالت عددا من المناطق في إقليم كردستان العراق بذريعة محاربة الأحزاب الكردية المعارضة لطهران وأنقرة. هذا وقوبل قرار الحكومة الاتحادية في بغداد إعادة انتشار قواتها على الحدود بترحيب كردي، خصوصا حزب الاتحاد الوطني الكردستاني. هذا وكشفت مصادر عراقية عن انتهاء حرس الحدود العراقي بالتعاون مع البيشمركة من بناء 10 مخافر جديدة على الشريط الحدودي مع تركيا وإيران. وكشف ضابط في حرس الحدود للحدث ألا تغيير على الأرض حتى الآن، وأن الانتشار لقوات حرس الحدود باق كما هو قبل الهجمات الإيرانية والتركية. وأضاف الضابط الذي رفض الكشف عن اسمه عن نواقص كبيرة في التجهيزات العسكرية لفتح الطرقات الجبلية الحدودية وفي الكاميرات الحرارية لمراقبة الحدود ناهيك عن عدم توفر المسيرات. وتحدث الضابط عن تحد كبير وهو انتشار الألغام على سفوح الجبال الحدودية مع إيران من مخلفات الحرب العراقية الإيرانية في الثمانينيات. عجيب.
إذا مشاهدينا، هجمات صاروخية إيرانية يومية وحديث عن هجوم بري إيراني وشيك، إنه واقع الحال في إقليم كردستان شمال العراق وذراع الطهران، ملاحقة من تصفهم بالانفصاليين في إشارة إلى الأحزاب الكردية الإيرانية المعارضة. أحزاب تمتلك أجنحة عسكرية وتتمركز في مناطق جبلية في شمال العراق، ومن أبرزها الحزب الديمقراطي الكردستاني الإيراني. قناة قدس الإيرانية التابعة للحرس الثوري تحدثت عن نشر وحدات مدرعة واستجابة سريعة عند حدود العراق وإقليم كردستان، ما يوحي وفق تعبيرها ببدء العد التنازلي للهجوم البري، مشاهدينا، الذي سبق وتحدثت عنه. طبعا مسؤول كردي فضل عدم الكشف عن اسمه، قال إن الأحزاب الكردية الإيرانية المعارضة لطهران سبق أن وقعت في عام 2001 هدنة مع الحرس الثوري ولم تقم بأي أنشطة منذ ذلك الوقت. هنا ترى قوى كردية أن القصف هو عبارة عن رسالة سياسية إيرانية لإقليم كردستان قبيل بدء المفاوضات مع حكومة بغداد على حسم الملفات العالقة. رؤية تتقاطع مع معلومات من داخل الإطار التنسيقي الذي يضم حلفاء إيران في العراق، تفيد بأن قادة الإطار بحثوا مع رئيس الحكومة محمد الشياع السوداني أسلوب حل الخلافات مع أربيل. مصادر مقربة من السوداني تقول إنه يحاول إبعاد وجهات النظر السياسية عن الخلافات باعتباره ملفا فنيا، لكن الخلافات النفطية والمالية مشتبكة جدا مع التنافس الحزبي ورغبة أطراف شيعية على إبقاء بؤرة التوتر نشطة من دون حل. نقاشا لذلك، مشاهدينا، من بغداد ينضم إلينا السيد معن الجبوري المستشار في وزارة الدفاع العراقية سابقا. سيد معن، أهلا وسهلا بك معنا على شاشة الحدث. بناء 10 مخافر بالإمكانات العسكرية المتوفرة حاليا، هل هي كافية لحماية الحدود العراقية من الهجمات التركية والإيرانية؟ طيب، يومك ست رنا والسادة المشاهدين. خطوة جريئة وشجاعة لأول مرة منذ 2003 حتى الآن تقدم حكومة حقيقة على عامل إرسال هذه القوات وتعزيزها في الحدود، الخط الصفري بين العراق وإيران ثم العراق وتركيا. وبصراحة نوهنا، وهذا ما تحدثنا به مليا من خلال شاشتنا الموقرة، إنه على الحكومة الاتحادية بالتنسيق، هذه ناحية مهمة جدا، بالتنسيق مع حكومة إقليم كردستان، لأن المتضرر الأول والأخير هو كردستان والعراق طبعا، أن تكون القوات المسلحة العراقية على مرمى حجر من الحدود العراقية والقوات التركية والإيرانية المتمركزة سواء على الحدود أو داخل العراق. كل ثكنة عسكرية يجب أن تقابلها ثكنتان عسكريتان، كل جندي إيراني أو تركي يفترض أن يتواجد أمامه جنديان عراقيان مقاتلان، لأن الأراضي العراقية كما هو معلوم والخروقات التي تحصل هي مشاكل مصدرة. إيران استنسخت سيدتي المشكلة التركية، الأزمة التركية في تصدير الأزمة إلى العراق، استنسخت إيران هذه المعادلة وصدرت مشاكلها الداخلية إلى داخل إقليم كردستان، بالتالي العراق. قبل أيام أيضا تحدث قاني عن أن هناك قوات ستعمل كل إمكانياتها، وقلنا أن هناك توجه بري إلى الدخول على الأراضي العراقية، رغم أن السفير الإيراني أنكر ذلك، ولكن نعلم أن الحرس الثوري وقاني هم أصحاب القرار في هذا المشهد. لذلك لابد من أن يتم تعزيز هذه القوات لإرسال رسالة واضحة وصريحة بعد أن استنفذت الحكومة العراقية كل السبل الدبلوماسية والسياسية في التوصل إلى اتفاق مع إيران وتركيا. سيد معن، شرط في بداية حديثك أشد بهذه الخطوة، لكن ألا تجد أنها خطوة منقوصة كون أن هناك من تحدث من العسكريين
أن هذه المخافر ينقصها الكثير من المعدات العسكرية، وبالتالي هل يمكن أن يعرض العراق حياة هؤلاء للخطر وأن يكونوا كبش فداء بالمعدات التي لا ترقى إلى المستوى المطلوب، المعدات العسكرية أقصد؟ تماما سيدتي، هذا السؤال وجيه جدا، ومن الناحية التقنية على الحكومة العراقية، وأقصد الحكومة الاتحادية في الموازنة التي هي الآن بصدد الإقرار، أن تخصص أولويات حقيقة للقوات المسلحة العراقية، وزارتي الدفاع والداخلية من ناحية، الدفاع الجوي العامل الأساسي الذي أيضا نفتقر إلى كثير من المعدات والأجهزة والتكنولوجيا في حماية حدود البلد، سواء من الطيران أو المسيرات وحتى الصواريخ التي تدخل إلى الأراضي العراقية من خارج الحدود، عليه نعم يجب أن تكون هناك أولوية، ولكن هذا خط الشروع ستروناك، يجب أن يبدأ من هذا المنطلق، لأن منذ كما ذكرت عقدين من الزمن الحدود العراقية سائبة بشكل كبير حقيقة، وحتى الخلافات كما تفضلت في محفل حديثك بين الحكومة الاتحادية وحكومة الإقليم استغلها الجانب التركي والإيراني في أن يدخل وأن يعبث بأمن العراق، بأقليم كردستان، بالتالي المتضرر الأول والأخير المواطن. إذن لابد من توفير التكنولوجيا، الأسلحة، الكاميرات الحرارية، النواظر الليلية، وسائل الدفاع الجوي، طيب جميع وسائل التكنولوجيا، والاستفادة من التحالف الدولي سيدتي. طيب هل ستخطو الحكومة العراقية على هذه الخطوة وتزود الثكنات العسكرية أو النقاط العسكرية بما تحتاجه، أم ستكتفي بهذا القدر وهي خطوة لذر الرماد في العيون تجاه إيران، كون أن هذه الحكومة توصف بأنها موالية نوعا ما لإيران؟ إيران لا تمتلك الحجة ضد، إذا كانت تركيا تعرض أفلام عن الحزب البككة ومسلحين ويقومون بعمليات داخل تركيا، ونحن نعلم أن لهم وجود حقيقة في التضاريس الجغرافية الصعبة المعقدة بين العراق وتركيا، إيران لا تمتلك حجة أن تمنع العراق من أن يخلق جو أمني يحفظ الحدود بين العراق وإيران. إيران دائما تتضرع بأن المشكلة في الجانب العراقي في أن الحدود سائبة وأن هناك سلاح يعبر من كردستان إلى إيران، في حين نحن نعلم أن تهريب المخدرات، تهريب السلاح، المنافذ الحدودية تحت سيطرة إيران بالدرجة الأولى، وتحت سيطرة ميليشيات أيضا موالية لإيران. نعم سيد معن، تقارير تحدثت عن إرسال الحرس الثوري الإيراني لوحدات عسكرية وتعزيزات ومدرعات إلى الحدود مع العراق، هل هو فعلا لحماية مصالحها من هجمات احتمالية تركية، أم هناك مصالح وغايات أخرى من هذا التعزيز الجديد؟ التبرير أنه هناك خروقات، هذه كما ذكرت إيران لا تمتلك الحجة ولم تقدم دليلا واحدا مصورا سوى ادعاءات أن هناك معارضين. نعم يوجد معارضين سياسيين في الداخل العراقي إيرانيين كما حصل في كل العالم، وهؤلاء بحماية الأمم المتحدة وفق المواثيق الدولية، إنما كسلاح لا، لكن إيران طبعا، وذكرت هذا وللأسف هذا ما حدث اليوم، أنها بصدد استنساخ التجربة التركية، أي دخول قوات مسلحة إيرانية إلى الداخل العراقي على الشريط الحدودي مع العراق، بالتالي ستقيم ثكنات أيضا ثابتة بحجة أنها تحافظ على الأمن في الأمن القومي في إيران. ولكن طبعا هنا المبادرة العراقية، أكرر أنها مبادرة شجاعة أول مرة تحدث، على أن تتعزز كما تفضلت في تساؤلك السابق، تتعزز بالإمكانيات، بالتكنولوجيا، وبالتنسيق الإقليمي والدولي مع التحالف الدولي، مهم جدا على ضوء مخرجات الحوار الاستراتيجي بين العراق وبين الولايات المتحدة الأمريكية والتحالف الدولي. سيد معا، شكرا جزيلا على كل هذه المعلومات والإيضاحات التي قدمتها لنا من بغداد، مع الجبوري المستشار في وزارة الدفاع العراقية سابقا، شكرا جزيلا لك.
أكد المبعوث الأمريكي في شمال شرق سوريا للحدث أن الولايات المتحدة لم تعطي الموافقة لتركيا لشن عملية عسكرية. وأكد نيكولاس غرانجر أن واشنطن أبلغت أنقرة معارضتها الشديدة لعملية عسكرية شمال شرق سوريا، وأن عملية من هذا النوع تقوض جهود مكافحة تنظيم داعش والاستقرار في المنطقة. ورغم المعارضة الدولية، أكد وزير الدفاع التركي خلوصي أكار أن العملية العسكرية في شمال العراق وسوريا مستمرة براً وجواً. في الأثناء أفاد المرصد السوري بقتل 67 شخصاً من المدنيين والعسكريين وإصابة آخرين في غارات شنتها تركيا على شمال سوريا. استشهد برفيقين اثنين، استشهدوا اي دوامهم بالحرس، يعني هم استشهدوا الله يرحمهم، يعني يا هم يا نحن كنا نستشهد، انه هون مكان مدنيه، يعني منشاه مدنيه وضاربينها بالطيران، لا عندنا لا عسكري لا شيء. واتمنى انه الناس تعيش بامان وسلام، وما بدنا اكثر من هيك. نحن لا لنا ارهابيين ولا لنا شيء ولا شيء. القصف التركي قصف البنيه التحتيه لشمال سوريا، يعني قصف مراكز الغاز والكهرباء والماء، الاطفال ما بقى يروحوا على المدارس، يعني هي تؤثر على الشعب هون، يعني الاطفال ما يروحوا على المدارس. ما قصف العسكريين فقط، المراكز المدنية والمراكز يعني الخدمية. في الأثناء أكد مراسل الحدث أن أكثر من 11 منظمة دولية ومحلية علقت أعمالها في مخيم الهول للنازحين شمال شرق سوريا، والذي يضم أكثر من 60,000 شخص، معظمهم من عائلات عناصر تنظيم داعش. كما أوضح مراسل الحدث أن من بين تلك المنظمات أطباء بلا حدود وإنقاذ الطفولة والصليب الأحمر الدولي، فضلاً عن جمعيات أخرى ومنظمات قلصت عدد موظفيها ومشاريعها. طالب رئيس المبادرة الوطنية للأكراد في سوريا الموالية للنظام السوري حكومة النظام وقوات سوريا الديمقراطية بوضع الخلافات جانباً وإنشاء غرفة عمليات عسكرية مشتركة بوجه الغارات التي تشنها تركيا. المبادرة دانت بأشد العبارات القصف التركي للشمال السوري، كما اتهمت الولايات المتحدة وروسيا بإعطاء الضوء الأخضر لتركيا لشن هجمات على مناطق الأكراد، مطالبة كلتاهما حث أنقرة على وقف غاراتها فوراً ومنعها من شن أي عملية توغل بري في الأراضي السورية. ونشرتنا مستمرة مشاهدينا، وفيها بعد الفاصل: إسرائيل تفشل حتى اليوم في تحديد الجبهة التي تقف خلف انفجاري القدس. جلسة مشاورات جديدة بين الحكومة والاتحاد العام للشغل. على الحكومة أن تتفهم المطالب المشروعة والواقعية التي قدمها الاتحاد العام التونسي للشغل. اليوم على الحكومة أن تصارح الشعب التونسي بحقيقة أوضاعه وبحقيقة ما وصل إليه الوضع الاقتصادي والمالي. لمحت زعيمة الحزب الدستوري الحر عبير موسي لمقاطعة الانتخابات التشريعية. ما هي الخطوة الأولى التي سيبدأ بها الرئيس التونسي؟ قرار الرئيس التونسي قيس سعيد بدعوة قائد جبهة البوليساريو إلى تونس لحضور هذه القمة، ما الأسباب الممكنة لهذه الخطوة التونسية؟ هناك يعني اتفاق مسبق وخاصة في القمم الإفريقية اليابانية بأنه لن يتم استدعاء يعني جبهة البوليساريو. المسألة ليست من تنظيم تونس لوحدها، بل هي من تنظيم تونس إلى جانب ثلة من الدول وزعماء الإفريقيين. نتحدث عن أزمة
قابلة للاحتواء أم ممكن أن تتطور الآن بين تونس والمغرب؟ هي طفولة لا تعرف الحروب، العنف، القسوة، لا تعرف الكراهية. لكنها تدفع ثمن كل ذلك. أهلا بكم من جديد مشاهدينا. رجحت الشرطة الإسرائيلية وجود خلية منظمة تقف وراء التفجيرين اللذين وقعا في مدينة القدس أمس الأول. أوضحت الشرطة أن سبب ترجيحهما يكمن في استخدام قنبلتين شبه متطابقتين انفجرتا في غضون نصف ساعة في محطتين للحافلات. ونفت صحيفة معاريف وجود معلومات تربط حركة حماس في غزة بالعملية المزدوجة، مشيرة في الوقت عينه إلى أن البصمات ستشير بوضوح إلى قطاع غزة. وقع حزب الليكود في إسرائيل وقع أول اتفاق ائتلافي مع حزب القوى اليهودية وفق بيان للليكود. الاتفاق لا يمثل تشكيل حكومة جديدة كاملة، لكنه يمنح إيتمار بن غفير وزارة الأمن ومقعدا في مجلس الوزراء، ويغلب مبدئيا اليمين على الحكومة الإسرائيلية الجديدة بعد الجمود السياسي الذي دام 4 سنوات في البلاد، إلا أن التوصل إلى حكومة كاملة ما يزال يواجه عقبات. من رام الله ينضم إلينا الكاتب السياسي خليل شاهين. سيد خليل، أهلا وسهلا بك معنا على شاشة الحدث. أكثر حكومة متطرفة بالتاريخ توصف حتى الآن وهي قيد التشكل، كيف ستلقي بظلالها على الداخل الفلسطيني؟ يعني المؤشرات الأولية التي شهدناها في الاتفاق الائتلافي مع بن غفير تعطي ما يكفي من التحليل على طبيعة السياسات التي سوف تتبناها حكومة نتنياهو، سواء نجح نتنياهو بضم الحزب الآخر من الصهيونية المتدينين بقيادة سموتريتش أو فشل في ذلك. فهذه المؤشرات تنطوي على شرعنة البؤر الاستيطانية، يجري الحديث عن أكثر من 60 بؤرة استيطانية كانت الحكومة الإسرائيلية ذاتها تعتبرها غير شرعية، وهذا الأمر يعني أن أكثر من 150 بؤرة في المستقبل القريب سيتم شرعنتها على أراضي الضفة الغربية، إضافة إلى استخدام قوة القمع من خلال تحويل صلاحيات إدارة حرس الحدود إلى وزارة الأمن الوطني التي سيتولاها بن غفير، وهذه القوة هي القوة الرئيسية التي يتم استخدامها في قمع الفلسطينيين في الضفة الغربية ويتم نشرها في مدينة القدس، وهناك أيضا بعض المطالبات بنشرها في داخل مدن عربية في أراضي عام 48، إضافة إلى تشكيل ما يسمى الحرس الوطني وهي عبارة عن ميليشيات غالبا ستضم متطرفين من خارج الجيش الإسرائيلي، ولكن هذه المرة بتسليح ورعاية من قبل الحكومة. إذن نحن أمام سياسات رسمية سوف توغل ليس فقط في قمع الفلسطينيين بل في سحب الجغرافيا من تحت أقدام الفلسطينيين عبر عمليات الضم والاستيطان، بما يقضي على أي فرصة لإقامة دولة فلسطينية مستقلة وعاصمتها القدس. ماذا عن عملية السلام بين إسرائيل وفلسطين؟ هل هي في خطر الآن؟ هذه الحكومة الإسرائيلية بل وحتى الحكومة الحالية بقيادة لبيد تجاهر بأنها لا تكتفي برفض مبدأ حل الدولتين بل برفض مبدأ التفاوض من حيث الأساس مع الجانب الفلسطيني، حتى في ظل وجود قيادة معتدلة بقيادة الرئيس محمود عباس، فهذا لا يرضي مثل هذه الاتجاهات. هذه الحكومة بمكوناتها الرئيسية وخاصة حزبي الصهيونية المتدينة لا تؤمن بوجود الشعب الفلسطيني، فهي بالتالي لا تؤمن أصلا بإمكانية قيام دولة فلسطينية
مستقلة. وأكثر من ذلك هناك بعض التصريحات لكل من سموتريتش وبن غفير وأمثال ما من أعضاء الكنيسة الجدد من اليمين الفاشي لا يعتقدون بأن هناك أصلا ضرورة لوجود سلطة فلسطينية، أي هم لا يؤمنون بأهمية بل يعتقدون أن وجود سلطة مركزية فلسطينية خطير، والأفضل هو تشتيتها وتفتيتها إلى سلطات محلية من قبل السلطة في الخليل سلطة. بهذا المعنى فلا أعتقد أن هناك إمكانية للتفاوض مع هذه الحكومة، وخاصة أن نتنياهو سوف يستخدم وجود هؤلاء معه وخطر انهيار الحكومة مرة جديدة وإمكانية الذهاب إلى انتخابات سادسة كفزاعة من أجل عدم العودة إلى طاولة المفاوضات. لكن بالمقابل سيد خليل، يقال إن نتنياهو الآن يعني بين مطرقة ضغوط اليمينيين وسندان ضغوط حلفائه الغربيين، ماذا نتوقع من ذلك؟ يعني هذا صحيح بالتأكيد أن نتنياهو يتعرض إلى ضغوط، وهذا هو السبب الذي أخر التوافق مع سموتريتش بشكل خاص على اتفاقية ائتلافية على غرار ما حدث مع حزب القوى اليهودية بقيادة بن غفير. سموتريتش يطالب بوزارة الحرب، وهذا الأمر شكل استفزازا دفع الولايات المتحدة إلى التعبير بتصريحات علنية عن عدم إمكانية التعاون مع سموتريتش في حال تولي هذه الحقيبة الوزارية، وكذلك الحال بالنسبة إلى أوروبا. ولكن علينا أن ننتبه أيضا إلى أي مدى يمكن أن يعني يصل الموقف الغربي بشكل عام في التعامل مع حكومة يمكن أن تضم وزراء يتولون وزارات سيادية من اليمين يعني الفاشي. ونتنياهو يدرك هذه الحدود جيدا، وأعتقد أنه سيتمكن من التغلب على هذه يعني الضغوط أو إيجاد صيغة ما، خاصة إذا ما نجح في إقناع سموتريتش بالتخلي عن مطلبه بتولي وزارة الدفاع. سياسة المعايير المزدوجة التي نشهدها يعني على المستوى الدولي في التعامل مع الموضوع الفلسطيني ومع إسرائيل أعتقد أنها سوف تتغلب في النهاية. يعني لا يمكن أن نتخيل أن تصل الولايات المتحدة إلى موقف تقاطع فيه إسرائيل أو الحكومة الإسرائيلية. لكن هل تعولون على الموقف الغربي لمحاولة إحياء سلام بين إسرائيل وفلسطين؟ لم تعد هذه الإمكانية قائمة، ونحن نستمع إلى بعض الممثلين لدول الاتحاد الأوروبي الموجودين هنا في الأراضي يعني الفلسطينية تصريحات وأحاديث تقول بأنهم لا يعتقدون بأن هذا الأمر متاح في ظل هذه الحكومة الإسرائيلية، والخشية لدى الفلسطينيين أن يتعرضوا هم أيضا لضغط مقابل من الولايات المتحدة ومن بعض الأطراف الأوروبية لدفعهم للانتظار 4 سنوات أخرى أو ربما 2 في حالة يعني وجود تهديد لاستقرار حكومة بقيادة نتنياهو، أي أن الانتظار سوف يبقى هو السيف المسلط على رقاب الفلسطينيين خلال الفترة القادمة، سواء لانتظار أي تطورات تتعلق بمدى استقرار حكومة نتنياهو اليمينية القادمة أو لانتظار ربما أيضا نتائج الانتخابات الرئاسية الأمريكية في العام 2024. شكرا جزيلا لكل ما قدمته لنا من إيضاحات ووجودك معنا السيد خليل شاهين الكاتب السياسي من رام الله. إلى السودان، وبعد إعلان قوى الحرية والتغيير المجلس المركزي الاتفاق مع المكون العسكري على اتفاق إطاري قبل نهاية الشهر الحالي، استبعدت مصادر من المكون العسكري للحدث توقيع الاتفاق، وعزت السبب إلى عدم توافق القوى السياسية خارج المجلس المركزي للحرية والتغيير وعدم توصلها لصيغة مشتركة. معنا من الخرطوم مراسلة الحدث لينا يعقوب. لينا أهلا بك معنا. يبدو أن هناك تضارب بالتصريحات بين توقيع الاتفاق الإطاري من عدمه من قبل المكون العسكري، ما المعلومات الدقيقة التي لديك؟ أهلا بك روناك. هم موقفين مختلفين، الحرية والتغيير المجلس المركزي تعتبر أنها توصلت لكثير من القضايا مع المكون العسكري، بالتالي من المتوقع بحسب قيادات من المجلس المركزي أن يتم توقيع اتفاق إطاري خلال الأسبوع المقبل، باستثناء 4 قضايا خلافية رئيسية متعلقة بالإصلاح الأمني والعسكري وإزالة نظام 30 من يونيو، قضية السلام، وكذلك العدالة والعدالة الانتقالية. أما المكون العسكري فيرى أن الحرية والتغيير خلال المباحثات التي تمت معه خلال الفترة السابقة
كان من المفترض أن تنضم قوى سياسية أخرى إلى الإعلان السياسي، لكن حتى اللحظة هذا الأمر لم يتم. نعم. بالتالي هناك استبعاد من المكون العسكري أن يتم توقيع هذا الاتفاق قريبا، بينما ترى الحرية والتغيير أنها أخذت عهدا من المكون العسكري أنه اتفق حول كثير من القضايا وأنه لا يمانع في توقيع هذا الاتفاق الإطاري. لذلك تختلف وجهات النظر كما ذكرت، وكذلك هناك تضارب حتى في التصريحات. كيف كان وقع ذلك على المشهد السياسي وعلى الشارع لينا؟ هذه المعلومة ذكرت اليوم، لا توجد ردود أفعال بعد واضحة، ولكن ردود الأفعال المعلومة مسبقا أن الشارع السوداني، وتحديدا نتحدث عن لجان المقاومة التي تسير التظاهرات، فهي ترفض مبدأ الشراكة وإعادته مجددا بين المدنيين والعسكريين. كذلك لجان المقاومة تعتبر أن الحرية والتغيير حاولت أن تجري مباحثات مع بعض التنسيقيات، لذلك صدر بيان اليوم كأن لجان المقاومة تتهم الحرية بالتغيير أنها تحاول شق الصف. التباينات مختلفة، هناك شارع آخر لا يكترث بكل هذه التحالفات ويرغب في إحداث استقرار على البلاد وتحسن الوضع الأمني والاقتصادي بصورة أكبر، وهذا الشارع غير معني بأي اتفاقيات تتم بين المكون العسكري والتحالفات الأخرى. هناك كتلة أخرى، روناك، هي كتلة كبيرة أيضا، هذه الكتلة ترفض توقيع الاتفاق الإطاري وأعلنت قبل أيام أنها تتمسك بصورة كبيرة بالاتفاقية الموقعة في 2019 وأنها ترفض الدستور الانتقالي الذي طرحته الحرية والتغيير. لينا، في دقيقة من الوقت أو حتى أقل، هل هي بوادر لانشقاقات جديدة في صفوف الحرية والتغيير؟ لا توجد بوادر لانشقاقات في صفوف الحرية والتغيير، لكن الحرية والتغيير بحسب المكون العسكري أنها لم تتمكن من استقطاب تحالفات وكيانات أخرى جديدة حتى توقع معها هذا الاتفاق، لأنه إن تم اتفاق بين الطرفين دون وجود حركات الكفاح المسلح والأحزاب السياسية والقوى الأخرى، فهذا الأمر قد يحدث ربكة، وهو الأمر الذي يتجنبه المكون العسكري. لكن روناك، اسمحي لي فقط أن أضيف أن المكون العسكري أيضا فيه تباينات حول توقيع الاتفاق مع الحرية والتغيير، تحديدا نائب رئيس مجلس السيادة محمد حمدان دقلو يرغب في توقيع هذا الاتفاق، بينما رئيس مجلس السيادة يرى ضرورة انتظار توافق الأحزاب السياسية، وهو الأمر الذي ظل يؤكده خلال مخاطباته السابقة. شكرا جزيلا لكل هذه المعلومات التي أطلعتنا عليها من الخرطوم، مراسلة الحدث لينا يعقوب. إلى تونس، حيث انطلقت اليوم الحملات الانتخابية للمترشحين في الدوائر 151 للاستحقاق البرلماني المقرر في 17 من ديسمبر المقبل. وكانت الحملات بدأت الأربعاء الماضي للمترشحين في 3 دوائر في الخارج من أصل 10، وقبل انطلاقها في الفضاءات العامة انطلقت على منصات التواصل الاجتماعي، حيث نشر عدد كبير من المترشحين برامجهم الانتخابية لإقناع الناخبين بالتصويت لهم. وتواجه هيئة الانتخابات كما المترشحين تحديات جديدة مرتبطة بتغيير النظام الانتخابي واعتماد نظام الاقتراع على الأفراد في دوائر صغيرة، فضلاً عن مراقبة تمويل الحملات الانتخابية. جدد أمين عام حلف الناتو يانس ستولتنبرغ التأكيد على مواصلة دعم أوكرانيا في حربها مع روسيا، وقال ستولتنبرغ إن حلف الشمال الأطلسي ليس لديه أي خيار على الأرض في أوكرانيا. الأمين العام للناتو أشار أيضا إلى أن الوقت قد حان لانضمام فنلندا والسويد إلى الحلف. أوضاع إنسانية قاسية يعاني منها مواطنو مدينة ميكولاييف الأوكرانية الواقعة على خط النار، ومنذ بداية الحرب نزح معظم مواطنيها، أما من بقي فلا يجد حتى مياه صالحة للشرب، بينما تحاول الدولة إيجاد حلول سريعة لمساعدة السكان عبر مراكز إيواء مؤقتة وأجهزة تدفئة للإقامة المؤقتة لسكان هناك، طبعا السكان هناك. وكاميرا الحدث زارت المدينة ورصدت الأوضاع الصعبة للسكان.
هذه ميكولايف، المدينة المشهورة بصيانة السفن في البحر الأسود، تعيش الحرب لما يزيد عن 8 أشهر، وتعاني الأمرين لقربها من خط النار ومرمى المدفعية الروسية التي تستهدف المدنيين والبنية التحتية. لا توجد كهرباء ولا مياه. الشيء الإيجابي الوحيد هو وجود غاز طهي، ولكن هذا أفضل من أن نعيش تحت الاحتلال الروسي. أوكرانيا ستنتصر، والشكر للقوات المسلحة التي حررت خيرسون، فذلك قلل القصف على ميكولايف. هذا يعني لنا الكثير. نعم توجد مشاكل في الطاقة، لكننا لن نستسلم ولن نعيش في ظل الروس، وسننتصر. المجد لأوكرانيا والمجد للأبطال. يحاول الأوكرانيون أن يطفوا بعدا ثوريا وعاطفيا على الحلول التي يبتكرونها. نحن الآن في إحدى الخيام التي نصبت لمساعدة الأوكرانيين لتجاوز الأزمة. هذه الخيمة هي مزودة بمولد كهرباء وأيضا بالتدفئة كما تشاهدون هنا، وكذلك يمكن للمواطنين أن ينعموا بكوب من الشاي الساخن. طبعا تعلمون أن درجة الحرارة الآن في أوكرانيا وفي مدينة ميكولايف هي دون الصفر. يأتي المواطنين إلى هذه الخيام لشحن هواتفهم النقالة وأيضا لينعموا بالتدفئة التي يفتقدونها في منازلهم. أتيت إلى هنا لأعمل، هكذا هو الظرف، ويجب أن أكون على اتصال بالشبكة للعمل. إذا كان من الممكن أن يفتحوا لنا مزيدا من هذه المراكز على الأقل في كل حي، لأن الناس يأتون إلى هنا من أحياء أخرى، وكما ترون هنا ازدحام كبير، وبسببه تحتاج إلى وقت طويل لشحن هاتفك. مع انقطاع المياه في المدينة، معاناة أخرى تضاف إلى معاناة الأوكرانيين. يأتي المواطنين إلى هنا بشكل يومي لتعبئة المياه الصالحة للشرب. هذه النقاط وضعت من قبل الدولة، فيأتي المواطنون ويقومون بتعبئة المياه ونقلها إلى منازلهم، وكما تشاهدون الأغلبية من كبار السن. أقوم بنقل المياه لأنه لا يوجد ماء في المنزل، وننتظر أن يعيدوا توصيل المياه الصالحة. أنا مضطرة إلى حمل المياه للطابق الثالث، لا يوجد من يساعدني، لكن ذلك لا يهم. استعادة السيطرة على خرسون انعكس بشكل إيجابي على مدينة ميكولايف القريبة منها، فقد هدأ القصف الصاروخي المستمر بشكل يومي، إلا أن هذا الهدوء الحذر لم يكن كافيا لعودة الحياة إلى طبيعتها. لقناتي العربية والحدث، حذيفة عادل، ميكولايف. وقبل ختام النشرة مشاهدين، هذا تذكير بأبرز ما جاء فيها. صيحات الاستهجان تغطي على النشيد الوطني للاعبي المنتخب الإيراني، ومشجعون يستحضرون ذكرى مهسا أميني. بالتزامن مع التعزيزات على جانبي الحدود، القوات العراقية تنشئ مخافر جديدة على الشريط الحدودي مع تركيا وإيران. نتنياهو يتوصل لأول اتفاق ائتلافي في حكومته المقبلة، ويفتح باب وزارة الأمن لليميني بن غفير. بهذا وصلنا إلى ختام هذه الساعة الإخبارية مشاهدينا، أعود وألتقيكم بعد ساعة من الآن. إلى اللقاء.